راحت ذكرياتي تغيرت حياتي البيت اللي عشت فيه كل أوقاتي صار ذكرى وما بقيه إلا حيطان هالحب اللي بحيطانه بده يرجع له أمانه هالبيت اللي عشنا فيه بالقلب رح يبقى مكانه بالقلب رح يبقى مكانه عشناها اتفق وحب وأمان عيلة وحدنا احنا مع بعض كنا ولا ممكن يفرقنا الزمان راحت ذكرياتي تغيرت حياتي البيت اللي عشت فيه كل أوقاتي الحب اللي بحيطانه بده يرجع له أمانه هالبيت اللي عشنا فيه بالقلب رح يبقى مكانه بالقلب رح يبقى مكانه كأنه تصوير أنقذت قلب كارام من إنه ينكسر؟ ما بعرف لا كسرت قلبي ولا حتى عطتني أمل بس هي قالت لي إنه أبوها ناوي يجوزها بأقرب وقت ممكن ممتاز هذا الشيء منيح كتير يا أخي أي أب بالعالم بيحمل هم تزويج بنته اللي يعني شو بده الأب لبنته من هاي الدنيا؟ بده شاب متعلم ويكون من عيلة محترمة وانت عندك الصفتين بعرف حلو وهلأ بابا بلش يحبها لتصوير فموافقته صارت مانا مستحيلة كارام تصور انتو الاثنين رح تتزوجوا بقصر سوارنا قديش رح ننبسط وستي رح تكون كتير سعيدة اذا تصوير صارت كلنا لهالبيت بس هي ما وافقت علي لهلأ ولا حتى رفضي بس في شيء واحد أكيد إذا كان حبي إلها حقيقي رح تكون تصوير إلي ومن نصيبي صدقني هي أكيد رح توقف بصفنا يا فيمال هي ما بقى عندها خيار تاني أبدا هلأ رح ترجع ملف قصر سوارنا لإيدينا ايش هايلي بس انت كمان لا تنسي انه الصراحة كتير سيئة بهالايام هاي ولا اسوأ من هيك لا تقلق من هالناحية اكيد ما رح يصير هيك شيء ابدا اليوم انا شفت خوف كبير بعيون تصوير ولحتى تكسب قصر سوارنا من جديد انت لازم تعمل ثلاث شغلات مهمة شو هالشغلات؟ الأولى لازم تحافظ على التواصل مع المقاول والثانية لازم تسترجع ثقة عمي فيك من أول وجديد والثالثة بتنفذ اللي بقلك ياه وانت بتنفذه بالطريقة والوقت اللي بقلك عليهم قصدك؟ قصدي يعني بالمقارنة مع الابن أسهل على الكن إنه تخلي عمّا يعمل الشي اللي بده إياه مثل ما هو وهلأ عمّي عنده ثقة كبيرة فيني
والأهم إنه ما بيشك فيني. بريج، بريج رح رد ذكرك، ما لازم يكون في شيء قدام الضيوف ناقص أبداً. كل شيء عنا لازم يكون على أصوله. إيه. كل أم بهالدنيا بتحلم إنها تساوي وتعمل كل تحضيرات ولوازم عرس بنتها بنفسها، بس للأسف شو في حظ آبا شو منحوس. أبوه عم يتصرف هون بطريقة وكأنه آبا ما عنده أم بنوب. لا ما قصدي شي باللي قلته، بس إذا أهل الشاب شافوا هالشي رح يقولوا هيك. مرت أخي أنا فهمانة شو عم بتقولي، وبعرف ليش عم تقولي كل هذا الحكي. أنا مجبورة على هالشي بس ماني ضعيفة لدرجة إني ما أقدر رد على اللي عم بيقول عن بنتي إنها بلا أم. دائماً كل شي بحكي أنتو بتفهموا غلط وبالعكس. يا أختي، بعرف إنه السيد براتاب عم يعمل غلط بتجاهله لإلك، بس اليوم العرض اللي رح نحصل عليه عن جد هو مناسب. آبا رح تكون مبسوطة مع هالجماعة. أنا بس بدي أطلب منك شغلة وحدة، إنه شو ما كان سوء التفاهم اللي صار بينك وبين زوجك، ما لازم أفراد العيلة ينتبهوا له. خلص رح خلي هالشي ببالي. معلمي، لضيوف أجوا هلأ. أنا رايح أشوف إذا آبا جهزت ولا لا. ماشي. أهلين. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا سيد براتاب. تفضلوا أهلين. تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضلي. أهلين. شكرا. أهلين. تفضلوا. تفضل سيد براتاب. تفضلوا. مرحبا. يلا يا بريج، استعجل لك شوي. أهلا وسهلا. تفضل. أنا بيسعدني كتير وبيشرفني يسلم إنه نحن نتصاهر مع عائلة مثلكم، قمة بالذوق والاحترام. لا سيد براتاب، أنا اللي بيشرفني إنه بنتكم تصير كنا لبيتنا وعائلتنا. على فكرة بين عائلات الملوك عائلتك حازت على أعلى تقدير، ويلي كانت معروفة بشرفها وأخلاقها ونزاهتها كمان. سلالتكم إلى تاريخها. هذا كله من كرمك ولطفك الكبير سيد دارميش سينغ. بنت بتغطي وشها حتى وهي بالبيت؟ هاي هي قيم العيال المحترمة. بصراحة بنات هالأيام غالباً ما عندهم هالصفة. بنتي آبا، تعي لهون، تعي عادي جنبي. تفضلوا. شكرا. يلا تفضلوا. سمعنا عنكم حكي حلو كتير ومبسوطة اني شفتك، وفعلا عجبتني كتير ودخلت على قلبي. إنه نشوف البنت بالأول هذا إجراء شكلي. رح نروح بعد ما نعطي المهر ونحدد موعد للزواج. وإنت
شو رأيك بهالحكي؟ كل شيء قلتي تمام. غوتام منيح هيك ابني؟ ايه ماما. كتير منيح، بس أنا باعتقادي إنه ضروري كتير إنه نطابق برج الصبي مع برج البنت قبل ما نحدد العرس، صح يا حكيم؟ إيه صح. إيه سيد براتاب، أنا بصراحة ما بقتنع بهاي الشغلات أبدا، مع هيك رح نطابق الأبراج وهالشي كرمال ما نخجلك وكرمال الحكيم كمان. إيه. وطالما هيك ياريت تجيبولي هلأ ورقة وقلم لنبلش. إيه القلم هون ليكو. شيطان لو سمحتي جيبي ورقة وقلم. إيه إيه يا حكيم، لكان طابق الأبراج وبتعمل معروف حدد حفلة الخطبة يوم الأحد الجاي. ها وين بدي لاقي قلم هلا؟ نشوفه. شو هاد؟ ما في ولا قلم منيح. أكيد مع شي واحد. اليوم أنا كتبت رسالة حلوة لتصوير وحطيتها بقلب شنتايتها. جد؟ إيه حاسس تماماً كأني حطيت قلبي بشنتايتها ومسكر عليه كمان. وأنا هلأ ناطر بس لتقراها. شيتال؟ شيتال عطيهم للحكيم. ايه ما لقيت قلم، بس لما دورت لقيت رسالة بشنتاية آبا. رسالة؟ انسى مو مهم، هو هيك هذا العمر يعني. احيانا الشباب بينحرفوا عن الطريق، انسى. شو القصة يا مرت أخي؟ على مهلك، يمكن تكوني فهمتيني غلط، بس آبا مثل بنتي أنا كمان. بقى شو ما فكرت مشانه رح يكون لمصلحته، ولهيك لا ليكي أختي انسي، أنا رح شقه. وقفي. اقري شو فيها، ريا وبصوت عالي كمان قدام الكل، ريا قدام كل الحاضرين، لأنه ما بدي حدا يكون عنده نقطة أو مجرد شك بأخلاق بنتي. بس يا سيد براتاب ما لها أهمية. شو أنت ما سمعتيني يعني؟ عيد كلامي كمان؟ ماشي. أنا قلت لك هالكلام كتير من قبل، خدي وقت قد ما بدك لحتى اسمع انك موافقة. انا مستعد اقضي كل العمر لحالي اذا ما انك موجودة بحياتي. وعندي شرط كمان، بدي موافقة منك لحتى انا ساعدك. هداك اليوم قلتي لي انه عندك مسؤوليات كتير تجاه عائلتك، وبأكد لك أني رح وقف جنبك وأحمل هالمسؤوليات معك ونتشارك كل شي مع بعض، وما رح خليكي تكوني تعيسة، بس اسمحي لحبي أنه يكبر بقلبك. أنت بس وثقي فيني وكوني متأكدة من حبي وما رح تكوني غير مبسوطة معي.
بس معي أنا حبيبك المخلص. سيد براتاب، إذا بنتك بعلاقة مع شي شاب لازم نعرفه هلا، ولا قلك زوجها لهداك الشاب، بس نحن لازم تعذرنا، غيرنا رأينا. كتير كنا حابين إنه بنتكن تصير كنتنا، لأنه شلنا لكم قيمة أكبر من اللازم بكتير، بس للأسف وهلا اسمحولنا نمشي. يلا بالإذن. لا لا استنى. لا تاخذ قرارك بسرعة، يعني أكيد في شيء سوء تفاهم. نحن منعرف إنه بنتنا مو هيك، ما عندها هيك شيء أبدا. شو ما كانت القصة بس شكلها مو منيحة. يلا يلا خلينا نمشي هلا. طول بالك. بس بدي افهم على اي غلطة عم تعاقبيني؟ ليش عم تحاولي تحرجيني كل مرة سوارنا ابا؟ قلي لي ليش عم تنتقمي مني بهالاسلوب؟ عم تخبي وشك بالشال من الشيء المخجل اللي عم تعمليه كل مرة. بس انا كيف فيني واجه هالعالم اللي حوالي؟ انبسطت كتير لما ولدتي، وكان أجمل يوم بحياتي كلياتها، وهلأ عم بلعن هداك اليوم من كل قلبي. كأنه ما بتوثق ببنتك أبداً. على القليل اسألها شو الصح وشو الغلط من اللي صار. انتي اسكتي، يمكن انتي نسياني انه مو مسمح لك تحكي معي أبداً تشاندرا. بس قلي لشو هالعناد هاد. خالي راجاف لا تقاطع أمي. احكي يا أمي، خلي الحقيقة تبين قدام الكل. ما في داعي نهائيا سوارنا براكاش، ما لي علاقة أبدا بهدول التنتين. براكاش أنت كمان لازم تاخد قرارك هلأ. أنت يا ترى بصف أمك ولا بصفي؟ لسه ما قلت لي شو قرارك سوارنا براكاش. ليك يا بابا، أنا ما رح وقف بصفك بنوب ولا بصف ماما. إذا المفروض أني وقف مع حدا هون فهي أختي آبا. لأنه أختي عم تعاني كرمالنا كلنا، وعم تحاول تخلينا مبسوطين. أختي عم تخبي وجعها كل هالشي مشان تفرحنا وترضينا. اسمح لي يا بابا، بس أنا واقف مع سوارنا آبا. سيد براتاب، لو سمحت. شبك يا ساري؟ انت شو عم تعمل؟ راجاف هلا سوارنا ابا ما عاد الى اي مكان ولا حتى اي وجود بتاريخي. بس الامور ما بصير تنتهي بهاي الطريقة. شلون بتنتهي لك الراجاف؟ اللي اذا كنت بتعرف خبرني لشوف. قلي، لانه انا بدي انهي هالقصة كلها وانسى انسى انسى انه كان عندي بنت مثلها. امي، ما بابا اخذ فكرة غلط عني. انا ما عملت شي خجله او يعيبه او ينزل من قيمته حتى. انا مالي هيك بنوب. امي انت بتوثقي فيني ما هيك؟
عن قريب كتير أنا رح أعرف الحقيقة عن الرسالة هي ورح خبرك بكل شيء. مرت خالي، ليش عملتي كل هالشي؟ شو الدعي انك تقري رسالة قدام الكل؟ على لي كان لازم تسأل امي لشو ما سألتيها؟ لشو؟ ما صحت لي فرصة اسألها. انا حاولت انقذ الموقف بنفسي وشق الرسالة، بس السيد براتاب جبرني اقراها قدامهم كلهم. على اساس ما بعرف شو كانت نواياكي؟ لما القريب ما بيفهمني شو بدي اتوقع من الغريب؟ بس قليلي شو كسبتي من أذيتي هيك؟ احكي شو كان هدفك؟ حلو كتير، صار الحرامي يلحق الشرطي؟ نحن يلي عطيناكي سقف لمك انتي واهلك وصرفنا عليكي بدون مقابل، بدل ما تشكرينا على هالشي اجيتي مشان صرخي بوشي؟ إذا ما بدك أي خدمة من أهل هذا البيت، ليش ما بتتركوه بتروحوا من هون وبتخلصونا؟ وبعدها رح شوف مين هاد يلي رح يقبل يلمك ببيته ويدعمك. هاي تاني مرة بتعلي صوتك بوشي وبتحكي بطريقة بلا أدب. بكل شيء أنت ضايقتيني فيه. أنا ضليت ساكتي وما حكيت ولا حرف لأنه راجاف كان هون. ولو إني حكيت معك شيء أكيد كان رح يخانقني بسببك أنت. بس هلأ ركزي واسمعي منيح شو رح قلك. رح خليه قلعك انت واهلك خلال شهر واحد وبحياتكم كلها ما رح ترجعوا، واذا ما عملتها ما بيكون اسمي شيتال. ايه خالك رجاف بانديت بذاته يلي بتعتبريه ملاك رح يقلعكن. شاي. ولك انا كم مره قلت لك ما تلمسي اي غرض من اغراضي؟ انت ما بتفهمي بالحكي ولا شو؟ وين الخدم بهالبيت؟ ألو أختي؟ أبا؟ كيفك أختي؟ وأمي وأبي كيفهم؟ شو بدي أقولك يا أختي؟ لاتا قل له لخالي رجاف عن اللي صار وشو قالت لي مرت خالي؟ لا يا آبا، إذا قلتي لخالي رح يصير في خلاف بيناتهم. طيب قليلي شو لازم أعمل؟ يعني الواحد ما يحكي أي كلمة بس مشان نضال؟ إيه إيه مزبوط. بس فيني قلك شغلي؟ إيه قولي. لا أنتي بتقدري تساعديني شوي؟ شو رأيك تتصلي مع أبي وأمي وتقنعيهم يضلوا عندك بالبيت للاقي لهم مطرح تاني؟ Thank you.
ألو أختي وينك؟ ليش راح صوتك؟ أبا أنا لا ليش عم تبكي؟ أبا أنا متضايقة ومو مرتاحة وماني قدرانة ساعد أهلي بهالوقت اللي محتاجين يكون معهم. أبا أنا رح ضل حاول، رح أرجع أحكي كمان مع زوجي، بس أنتي تعرفي وضعي مع زوجي، بترجاكي سامحيني. لا لا تا حبيبتي، أنا بس كنت عم بسألك عن حل. لا تشغلي بالك، أنا رح حل الموضوع خلال هاليومين، تبهي على حالك. الله معك. صباح الخير. انت غلطت بحقي يا كاران، انت بعملتك خليتني انزل لوزل اهلي مبارح، شو كان في داعي تحط الرسالة بشنطايتي؟ اسمع، بتكفيني المشاكل كلها اللي صايرة بحياتي، فلا تزيد علي. انا اضطريت واجه الزل قدام العالم بسبب رسالتك الغبية والتافهة. ممكن تكون مسحة بالنسبة لإلك، بس لا تحاول تمزح في حياتي. شو في تصوير؟ شو عملت؟ ليش خليتها تعصب؟ شو في؟ أنا ما عملت شيء. لا تضل قاعد بالمكتب طول الوقت، طلع على غرفتك دروس. عمي انت ما تأخرت على اجتماعك؟ ايه صار لازم روح. انا في التصوير رايح على الاجتماع، رئيس المحكمة العليا وصل. روحي حطي لي ملف المحكمة العليا بالسيارة. يلا روحي، رح ادرسه على الطريق. حاضر. ايه صحيح، قبل ما انسى، هدول مفاتيح الخزنة خليهم معي. السيد فارما المفروض ياخذ مصاري، ما بعرف إذا هو رح يجي ولا لا، بس احتياطا خليهم معك وانتبه عليهم. خديهم. بس أنا خديهم بسرعة. يا فير حط لي الشنطاي بالسيارة، رح أجيب جاكيتي. تصوير المفاتيح وصلوا لإيدك بدون عذاب، حلو كتير. هلأ شو عم تستني؟ روحي جيبي ملف القصر من الخزنة. يلا هلأ روحي. روحي. لحظة، في شغلة مهمة، اوعك تفكري انك تخبري عمي باللي صار، وإلا رح أضطر روح على بيتك.
أنسة التصوير. ديري بالك. التصوير حطت ملف بالسيارة، وين تركته؟ لا أستاذ، ما حطت أي ملف هون. شو هاد؟ كيف فيها تكون مهملة لهالدرجة هي؟ يا رب يا رب يرجع الأستاذ مشان الملف. صح رح أكل منه بهدلة، بس بجيته للأستاذ رح ينعفى من إني جبله ملفات قصر صورنا لشايلي، ووقتها رح رجع له مفاتيح الخزنة. كيف تنسى تحط الملف؟ ارجع على القصر. منيح، رح يصير ملف القصر معي. كم دقيقة وبتجي. واو، أنا معجبة بذكائك يا شايلي، وحتى لو عرف عمي بالشي اللي عملته رح حط الحق على التصوير الغبية. يا ابني تصوير وينها؟ من شوي شفتها راحت باتجاه غرفتك. انت شو عم تحكي؟ قلت لها انه فارما رح يجي لحتى ياخذ المصاري. أنا مالي حرام يا أستاذ، وما في شي بالنسبة لإلي أهم من قصر سوارنا ومصيره. تصوير. انت ليش هون؟ انا قلت لك فارما رح يجي لحتى ياخذ المصاري. انت هلا شو عم تعملي؟ أنا بصراحة كنت أستخدم. أنتي ليش خايفة؟ يلا احكي شو بدك. من لما أخذتي المفاتيح أنتي صرتي أكبر طماعة. أنتي كيف فيكي تخوني ثقة بابا فيكي؟ ليك عمي، كنك اللي عم تحكيه مظبوط. شوف شو عم تعمل هي، انت وثقت فيها وهي عم تخونك. هلا عمي ما بيصير توثق بهيك عالم ابدا.
تطلع كيف فتحت الخزنة بدون إذن منك. هيك وحدة ما بتتأمل. شو كان صار لو ما رجعت أنت؟ أي بابا، لازم نتصل بالشرطة فوراً. فيك تقولي لي ليش فتي وفتحت الخزنة؟ بدي منك تفسير يا آنسي. ما رح تستفيدي شيء إذا ضليتي ساكتة. يلا أحكي تصوير. بابا شو رح تقول يعني؟ هلأ الشرطة بتجي وبتخليها تقولي الحقيقة. أنا رح أقول لك بابا. أنا بعرف ليش تصوير فاتت على غرفتك. أنا اللي قلت لها بابا. أنا قلت لتصوير بدي مصاري من الخزنة. مو لازم ندفع قسط السيارة الجديدة؟ اتذكر أنت قلت لي روح وادفع كل المصاري. وأنا اتصلت فيك كتير. بس تليفونك كان خارج التغطية. وبعرف إنك عطيت مفتاح الخزنة لتصوير فطلبته منك. كنت مستعجل كتير وبدي روح ادفع. ولهيك هي ساوت هالشي. صح؟ صح استاذ. كاران؟ انت عم تحاول تحمي الخدامة؟ لا مرت اخي، ليش لحتى اعمل هيك؟ ليكي تصوير، بعرف منيح انك من عيلة محترمة. أنا ما بدي إياكي أبداً تخوني ثقتي فيكي أو أي حدا يلومك عشي. ولهالسبب رح آخذ مفتاح الخزنة. إيه سكريا. شكرا. أخذت كل الصناديق ما هيك؟ إيه يا مدام. كتير منيح، يلا روح مشان ما تتأخر. ماشي مدام. انتبه لا توقعون. ولا يهمك. انتبه انتبه. إيه شوي شوي على مهلك. سيد براتاب؟ هاي إلك تفضل. شو هي يا رجف؟ تفضل شوفها أنت. انت من وين جبت كل هالمصاري؟ ما قلت لك هداك اليوم اني بعرف ناشر جاهز وبستعد يطبع لك كتابك اول ما يخلص، واعطاني هالمبلغ كدفعه اولى.
بس راجع فقلي مين هاد الناشر؟ قلي لشوف مين يلي بيعطي هيك مبلغ كبير قبل ما يقرأ الكتاب ويتأكد من اللي فيه؟ شيتال، انت ليش عم تحكي بهاي الطريقة؟ لسه في كتير عالم مناح بهالدنيا بيوثقوا بموهبة وقدرات الآخرين. هنن عندن القدرة ليميزوا بين المنيح والعاطل. لا بس يا سهري، ان شاء الله جهود الكل بهذا البيت رح تكون مثمرة. وهالمصاري وكتابك كمان هن دليل على هالشي. والحقيقة هي إنه كبرياءك كونك أنت السيد خلاك تنسى كيف تقدر تتراجع عن شيء. غير كبرياءك المزيف وهيبتك اللي خلتك ما تشوف حدا. إحنا شو شايفين منك؟ رجف رجاف، هذا الكتاب مو مجرد كتاب عن تاريخ قصر سوارنا، إنما هو رد مناسب وقوي على كل هدول العالم الظالمين اللي اعتبروني بدون فائدة. رجف، وبالنهاية قصر سوارنا هو اللي رجع لي كرامتي واعتباري ورفع لي راسي. تصوير، شغلة واحدة ما قدرتي تعمليها؟ ها؟ ما فيك تحطي الملف بسيارة عمي؟ غبية وما بتفهمي. بسبب غبائك هذا اضطر عمي يرجع على البيت ويكشفك. وعلى شوي كانت الوثائق معي هلا، بس كله بسببك عملتي هيك اصلا. قولي لي ليش ما عملتي يلي طلبوا منك؟ معقول أعمل هيك قصدك؟ ليش؟ لا أثبت له أني حرامية؟ شبك؟ ليش عم تطلعي هيك؟ تذكري شغلة واحدة يا بنت، لا تلعبي معي لأنه أنا اللي بعرف شو هي نقطة ضعفك. اسمعي، أنسى التصوير؟ الملاحظات اللي طلبتهم منك أعطيني إياهم لو سمحتي. أستاذ أمجد، أنا رح أعطيك الوثائق بس القصة بدها كم يوم. إذا سمحت أنا بوعدك يومين وبجيبهم رجاء. واحد كان عم يحاول ينصب على أبوه وعم يطلب مني صدقه. مع الأسف مبادئي ما بتسمح لي بهالشي. إلك كم يوم عم تقلي خلاص اطمن الوثائق جاهزين ريح بالك. جبتهم معك؟ لا.
بتمنى انك ما تجبرني استخدم القوة معك يا فيمال. استاذ ما في داعي لهالشي يا استاذ، انا بدي امشي حال الاتفاق يمكن اكثر منك حتى. بترجاك اعطيني ثقتك، انا عم اعمل المستحيل لهالشي، حتى فيك تسال مرتي. ماشي. انا قابلت رجال لهالوظيفه وعنده علاقات قديمه مع قصر سوارنا. هو رح يبلش بشغله معي ابتداء من اليوم. رح يتفاوض معك لأنه ما عندي وقت اتصل فيك كل يوم واسألك إذا الوثائق جاهزة أو لا. ليك يا ابني، بعت لي الموظف الجديد. رح يضل معك على تواصل لياخد الوثائق. عشنا فيه بالقلب رح يبقى مكانه.